مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي 7 دي سبورت. يعني النهارده طالعين قبل ساعات من مباراه مصر وبوركينا فاسو، وكمان لا تزال الاحتفالات مستمره داخل النادي الاهلي، لكن مش بس بال12، ايضا بمشروع القرن اللي هنتابع احداث كتير وهنشوف تفاصيل اكتر عنه خلال حلقتنا. وموضوعاتنا النهارده كتير جدا هتتعلق بالاحداث داخل النادي الاهلي على مستوى احتفالات النادي الاهلي، سواء بالفرق الاخرى او بمشروع القرن او حتى بال12. وكمان معانا اخبار عن الكره العربيه والكره العالميه، وهنتابع اكيد اخبار منتخب مصر، لكن كالعاده نبدا بالعناوين. الاهلي وقع اتفاق مشروع القرن. منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم. معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي. الأهلي يواصل البحث عن المواهب في مختلف محافظات مصر. أندية البريمير ليج ترفض إلغاء تقنية الفيديو الفار. نروح بقى لتفاصيل حلقتنا النهاردة. الأهلي وقع اتفاقية مشروع القرن، يمكن ده الحدث الأهم الأسبوع ده. بعد التتويج بال12، العادي أن أنت لما تبقى متوج ببطولة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا ان الامور تهدى والناس تتكاسل شويه كده ويحصل حاله من الهدوء واحتفال بالبطوله اللي انت خدتها. لكن الحقيقه ان ده ما بيحصلش جوه جدران النادي الاهلي. اسرع مما احنا متخيلين، هم بيفكروا في كل حاجه في وقت واحد. اسبوع مليان احداث، لكن اهمها واجملها اللي شفناه على شاشه قناه النادي الاهلي حفل تدشين مشروع القرن. مشروع القرن ده اللي حلم اي اهلاوي زي ما قال كابتن محمود الخطيب ان هو يشوف النادي الاهلي بيلعب على استاد الاهلي. ده الحلم اللي من زمان قوي ناس كتير جدا لعبت، اللي لعب كمان زي كابتن محمود الخطيب على استاد التتش وهو استاد الاهلي حاسس بالموضوع ده قوي. زي ما انتم شايفين كده احتفاليه داخل نادي الاهلي بفرع الجزيره، ما كانش فيها اي غلطه. لو جيت تتفرج على كل التفاصيل، تتفرج على كل الاحداث، ما فيش اي حاجه. اهلي الشيخ زايد زي ما حضراتكم شايفين كده كان في ابهى وازهى صوره. استاد النادي الاهلي، ومش بس استاد النادي الاهلي، ده مدينه رياضيه كامله متكامله بكل المشتملات بتاعتها. مساء يوم الثلاثاء الماضي كان حفل كبير في مقر النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد، والحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كده حضور رفيع المستوى ونقلته قناه النادي الاهلي، وتم خلاله اعلان توقيع اتفاقيه مشروع القرن. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب شهد توقيع الاتفاقيه الإطارية، زي ما يعني التفاصيل تبقى دقيقة في الألفاظ اللي بتتقال، لمشروع القرن، المدينة الرياضية للنادي الأهلي أو مدينة الأهلي الرياضية، بين شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة القلعة الحمراء. شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت اللي هتقود تحالف مكون من 15 شركة عالمية وعربية بهدف تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل مدينة الأهلي الرياضية. هتضم مدينة الأهلي الرياضية دي استاد النادي الأهلي الجديد بالشيخ زايد بسعة 42,000 مقعد، ومتحف النادي الأهلي، بالإضافة إلى جامعة النادي الأهلي الرياضية ومدرسة وفندق ومستشفى رياضية. لكن أنا عايز أقف عند كلمة الكابتن محمود الخطيب. يعني الراجل تحدث بمنتهى المصداقية وتحدث بشكل من قلبه فعلا، وكان في تفاصيل مهمة جدا إن احنا نشوفها. فأنا تعالوا نشوف جزء من كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من حفل مشروع القرن، ونرجع نكمل كلامنا تاني. هنا أرجو من حضراتكم بقى كمان نرجع لأصل المشكلة اللي وقفت ناس كتير، واللي بتوقف كل مشاريع كبيرة جدا بتقف، التمويل. إزاي يبقى فيه تمويل؟ هنا كلمت مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مجلس إدارة، إزاي يختلقوا يعني أفكار ورؤى تمويلية مبتكرة، ده دورهم مع أدوار أخرى طبعا كثيرة يعني. بس المهم في الأدوار دي إن النادي الأهلي ما يتحملش أي أعباء مالية
حالية أو مستقبلية أو ديون مستقبلية. ده عنوان للموضوع وده الأمر مهم جدا، والحمد لله ده اتحقق. ليه احنا بنقول كده؟ بنقول كده لأن احنا الحقيقة كمجلس إدارة احنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضية اللي بتخليها النادي الأهلي النهاردة أول نادي في العالم في تحقيق البطولات. لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية. فمش معقولة كمان النادي الأهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني استاد وما نصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية، ما نصرفش الكلام ده لخدمة أعضائنا أعضاء النادي، ما نصرفش الكلام ده في إسعاد جماهيرنا، ما نصرفش الكلام ده في التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فروع النادي، وكمان بنبني فروع جديدة الحمد لله رب العالمين. فهو ده يعني كان حق الناس، وده كمان مهمة الشركة إنها إزاي توصلنا للمنطقة دي، إزاي إن إحنا ما نتكلفش حاجة وكمان نستفيد إن شاء الله استفادة كويسة. الحقيقة إن كلمة الكابتن محمود الخطيب فيها نقط رائعة. أولا إن الموضوع مش سهل، وبالعكس ده موضوع كبير جدا وله تفاصيل كتير ومواقف وموافقات من جهات كتير مختلفة، لكن الدولة المصرية دايما بتدعم العمل الجاد والعمل الناتج الناجح، ومنشأة النادي الأهلي دي مش بس بيستفاد منها النادي الأهلي لكن كمان الدولة والرياضة المصرية بتستفاد منها. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي أن كان الكابتن محمود الخطيب حريص على أن النادي الأهلي لا يتحمل أي أعباء مالية أو ديون سواء دلوقتي أو في المستقبل، ودي قمة النزاهة والحرص على مستقبل النادي الأهلي، لأن المشروع ده تكلفته هتوصل ل 12 مليار جنيه، وده رقم مش سهل وضخم جدا. وبالتالي الأهلي ما ينفعش يتحمل الأعباء المالية دي في ظل متطلبات الفرق الرياضية اللي بيصرف عليها. لكن الحقيقة كلام كابتن محمود الخطيب بهذا الشكل الرائع عن مشروع القرن وحلم استاد الأهلي يخلينا نتفائل إننا هنشوف حاجة عظيمة زي ما تعودنا من مجلس إدارة النادي الأهلي من أول ما بدأوا عملهم داخل النادي الأهلي ولحد النهاردة. تشوف الحالة وتشوف كل اللي حصل والحفلة سواء الحضور أو الشخصيات الرائعة اللي كانت عامة الشخصيات العامة الرائعة اللي كانت موجودة، واتكلمت وشرحت بالتفاصيل الخاصة بمشروع اللي اتكلموا طبعا وشرحوا التفاصيل الخاصة بمشروع القرن، أو تشوف شياكة مجلس إدارة النادي الأهلي وضيوف الشرف وضيوف الحفل، حاجة تشعرك بالفخر والسعادة الحقيقة. يعني الأهلي لسه مخلص بطولة أفريقيا زي ما قلت لكم في الأول، المفروض يكون في حالة من الاحتفالات وإن خلاص أنت واخد بطولة كبيرة جدا، عامل إنجاز كبير جدا، أنت عامل إنجاز يعني المفروض تاخد عليه فترة راحة شوية ومعاك وقت كمان في التوقف الدولي والكلام ده، لكن ده مش سياسة النادي الأهلي أبدا. النادي الأهلي خلص بطولة أفريقيا واحتفل، ومجلس إدارته اتجه في ملف جديد مختلف وشغل في مليون اتجاه عشان مصلحة النادي الأهلي، وهو ده اللي بيخلينا نقف باحتراما لكل من يجتهد داخل النادي الأهلي من أول الكابتن محمود الخطيب لحد أصغر موظف أو عامل داخل النادي الأهلي. تعالوا نروح لتقرير عن مشروع القرن وهنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مرة أخرى. يوم من أيام تاريخ الأهلي العريق أن يكون للقلعة الحمراء استاد خاص بجماهير الأهلي كان حلماً وأصبح حقيقة. مشروع القرن أطلقه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رواد وأساطير النادي، ليشمل بناء مدينة رياضية متكاملة الأركان يشارك في بناء استاد الأهلي الجديد، تحالف يضم 15 شركة محلية وعربية وأجنبية على يتم إنجاز المشروع خلال 4 سنوات قادمة،
حيث ستبدأ الشركات المسؤولة عن تنفيذ المدينة الرياضية مباشرة. الجميع كان على يقين من الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية وأن يصبح حلم استاد الأهلي حقيقة بالفعل، خاصة في ظل مجلس الإدارة الذي يواصل نجاحاته وإنجازاته على كافة الأصعدة من خلال حصد البطولات لكافة الفرق الرياضية والتطور العمراني في كافة مقرات الأهلي. سيأتي يوم يتحدث فيها أحفادنا عن يوم 4 من يونيو عام 2024، كما نتحدث نحن اليوم عن أيام الأهلي التاريخية التي شهدها آباؤنا وأجدادنا منذ أن كان الأهلي فكرة تم تنفيذها عام 1907، مروراً بافتتاحه واتساع مساحته وبناء مدرجاته وتشييد مقراته المختلفة، حتى أصبح الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وإنشاء مقر العلمين الجديدة. حلمنا أصبح حقيقة، وننتظر أن نشهد افتتاح استاد الأهلي وهو مليء بجماهيره العظيمة الوفية في أول مباراة تحتضنها أرضيته ومدرجاته ومدينته الرياضية. ففي الأهلي أجيال تسلم أجيال، رافعين شعار تاريخ مبادئ تطوير. رجعنا لحضراتكم، وزي ما حضراتكم شفتوا قبل الفاصل تفاصيل مشروع القرن اللي بنتمنى التوفيق لإدارة النادي الأهلي فيه. موضوع كبير وموضوع مش سهل وموضوع محتاج تحمل مسؤولية كبير جدا من كل الأطراف، سواء الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وإدارته فيما بعد، ومن متابعة مجلس الإدارة، ومن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية. تعالوا بقى نروح لفرقة الكورة من النادي الأهلي اللي رجعوا اتمرنوا بواسطة تدريباتهم على ملعب التتش. اتمرنوا امبارح، وادي هو زي ما حضراتكم شايفين هو التدريبات رجعت تاني على ملعب التتش بالجزيرة، ومركزين عشان عندنا تحديات جديدة الفترة اللي جاية. امبارح زي ما انتم شايفين كده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق عمل محاضرة بالفيديو قبل التمرين مع اللعيبة، وكان في تركيز كبير جدا من كل اللعيبة طبعا باستثناء الدوليين اللي مع منتخباتهم. مخطط الأحمال كمان عمل شغله البدني قبل بداية المران، وكان طبعا مركز على ان اللعيبه راجعه من فتره راحه سلبيه. كمان مستر مارسيل كولر عمل مع اللاعبين مران متنوع، شهد تركيز كبير جدا، وكان في تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه للناس اللي هيبقى ليها ادوار في المرحله اللي جايه ان شاء الله. وفي مراعاه ان طبعا الفرقه راجعه من راحه سلبيه كبيره زي ما حضراتكم شايفين كده، في محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي متواجد في التمرين، ومحمد وطاهر محمد طاهر، وكل المجموعه مركزه. كمان كابتن علي معلول لاعب الفريق الاول بدا تنفيذ برنامجه التاهيلي في الجيم، واحنا عارفين اصابه اكيلس بتحتاج مجهود كبير، ادى جلسه تاهيل وعلاج طبيعي في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق. طبعا كل ده كان في تمرين امبارح. اليوم على ملعب التتش بالجزيره دكتور احمد جبالله قال ان علي معلول بدا اليوم في تنفيذ مرحله جديده من العلاج الطبيعي والتاهيل في الجيم، وأشار طبيب الفريق إلى أن علي معلول يؤدي بشكل منتظم برنامج التأهيل المحدد من بعد جراحة اللي خضع عليها مؤخرا. طبعا علي معلول شخص شديد الانضباط زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة، هو موجود في الملعب حتى بعد ما خلص الجلسة بتاعته وبعد ما خلص التأهيل بتاعه قاعد في الملعب. راجل منتمي للنادي الأهلي بشكل كبير جدا، لا سافر يعمل حاجة في بلده ولا سافر يعمل التأهيل ده بره، مقرر من الأول خالص أنه هو موجود مع النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده معانا بالشكل اللي معمول له ده في رجله عشان خاطر يحافظ على عدم الحركه. رباط اكيلس دي اصابه خطيره وبتحتاج تركيز في التاهيل بتاعها اكتر من العمليه نفسها يعني. تعالوا بقى نروح لمواهب النادي الاهلي المختلفه. الاهلي بيواصل البحث عن المواهب المختلفه في محافظات مصر في اختبارات ناشئين النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. بدأت يوم الاثنين الماضي في محافظات الجمهورية بعد ما خلصت في بداية الأسبوع في القاهرة. بدأ بالضبط لمدة 9 أيام على ملعب الأكاديمية بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر، وتقام اختبارات الأهلي الناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي في المحافظات المختلفة، وتنطلق من 7 صباحا بجميع الملاعب. طبعا مجهود كبير جدا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، محافظات كتير هيروحوا، راحوا محافظة الشرقية واليومين دول كده في محافظة الغربية في مركز شباب زفتة،
وعاملين مجهود كبير جدا في عملية البحث، ولسه هيروحوا محافظات تانية زي السويس يوم 9، وهيروحوا كمان بعد كده الإسكندرية يوم 12. المجهود اللي بيتعمل عشان تطلع وتفرز لعيبة تصلح للعب في النادي الأهلي مش سهل، وفي خبير في الموضوع ده، يعني في واحد من خبراء اكتشاف المواهب داخل النادي الأهلي. يمكن أنا اتعاملت معاه بشكل شخصي وشفت هو بيدقق في تفاصيل رهيبة. الراجل ده غير كمان ان هو بيختار اللعيبة اللي تبقى مؤهلة انها تلعب في النادي، هو بيحافظ على جودة مهاراتهم. كابتن بدر رجب واحد من خبراء القطاع الفني في الناشئين عموما، ولو ركزت في 70-80% من لعيبة الدوري المصري هتلاقي اكتشاف بدر رجب. اهلا بيك كابتن بدر رجب معانا في 7 دي سبورت. حبيبي يا كابتن عبد الرحمن، ازيك يا حبيبي؟ أخبارك؟ الحمد لله بخير يا كابتن. طمنا الاول على صحتك واخبارك يا كابتن. والله لك نعمة وفضل من الله، الحمد لله احسن كتير، الحمد لله والشكر لله يا رب دايما. طيب، في البداية فكرة ان الاهلي يروح للمواهب دي مش فكرة جديدة، وانت كنت بتعملها من زمان قوي، ان احنا نروح المحافظات ونجيب اللعيبة من المحافظات، ودايما كان بيتقال انت اللي تروح للمحافظات وتنقي المواهب من هناك، وفي ناس ما بتقدرش تيجي النادي فاحنا نروح لهم. لكن الفترة دي بتتم بشكل مختلف وبنظام جديد، قول لنا كده الفكرة وطلع شكلها عامل ازاي السنتين اللي فاتوا، السنة دي والسنة اللي فاتت. هو العنوان بتاع الاختبارات اثر عندنا الفترة اللي فاتت، انت عارف احنا كان عندنا القطاع لازم يبقى فيه يمد الفريق الاول باللعيبه من القطاع الفريق الاول، وده وضع طبيعي جدا اي قطاع في الدنيا معمول عشان يمد الفريق الاول بلاعبين من القطاع. ده نمرة واحد. هي مرحلة البحث والتنقيب عن الذهب بالظبط يا عبد الرحمن. بالظبط. مرحلة البحث والتنقيب عن الذهب، الذهب ده اللي هو اللعيب الموهوب واللي ما حدش بياخد باله منه، يعني في لعيبه كده ساعات بتنقب عليها وتدور عليها حتى اثناء التقسيمه اللي بيعملوها والاختبار، فتره الاختبار ممكن ما حدش يشوفه. دي بتبقى محتاجه خبرات عمليه وعمليه، يعني محتاجه منك مجهود كبير جدا في التركيز في فكر اللاعب في تحركاته، وحتى لو ما جاتلوش الكوره فممكن تاخده بعد كده يطلع لعيب كويس، وحضرتك كتير جدا مع لعيبه في العهد السابق يعني. فالامور بالنسبه لنا واضحه جدا، احنا لينا مبدا بنتكلم فيه، وده تعليمات من لجنه الكوره على راسهم طبعا كابتننا العظيم الكابتن محمود الخطيب، ان احنا ننقي مواهب تفيد الكره المصريه وتفيد النادي الاهلي. طيب كابتن، عايز اعرف منك كده، اولياء الامور دايما ليهم اسئله، انا ابني بيروح وابني بيتمرن وابني بيعمل، لكن العين الخبيره بتشوف حاجات مختلفه. اديني المقياس يا كابتن اللي بيتم اختيار اللاعب اللي ده مؤهل او غير مؤهل ان هو يخش قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هي بالنسبه لاولياء الامور طبعا كل واحد شايف ابنه احسن لعيب في العالم طبعاً. وده وضع طبيعي جدا، الضنا جالي واحنا حافظين كده كويس، واذا ما اتخذش يبقى الناس دي بتاخد بالواسطه، واذا ما اتخذش يبقى الناس دي ما شافتش، واذا ما اتخذش يبقى المدربين مش بيتكلموا بعض ما شافوش. الكلام ده غير موجود في النادي الاهلي، لان المدرب خارج من القاهره للاقاليم عشان يجيب لعيب كوره، فاستحاله هيبقى ما عندوش تركيز، لازم بيركز ان هو رايح لمهمه معينه وعارف رايح يعمل ايه. ده نمره واحد. المعايير والمكاييس بتختلف حسب المرحله السنيه، يعني في السن الصغير مثلا اللي هو 2019 هديك مثال، الاولاد دول لسه بيتعاملوا مع الكوره، فبنختار على السنسبول. الناس فاكره ان انا بختار من التقسيمه، لا، وهو بيشتغل مع الكوره في الاول وبيتعامل مع الكوره انا عيني عليه، يعني هو بيتعامل مع الكوره في الاول، بنعمل تمرين ولا اتنين كده الولد يشتغل بالكوره، اقول لهم ده كويس ده كويس ده كويس ده لا ده لا ده لا، وبالتالي في التقسيمه بنعمل التقسيمه بيطلع اللي انا قلته بالظبط، او زمايلي بيسندونا برايي يعني ان فعلا العيال دي كويسه. القصه ان كل المعايير والمقاييس متوفره وموجوده ومعروفه، واهمها مثلا في اللعيب اللي هو مثلا من 2008 2009 2010 2011 2012 السرعه. السرعه، سرعه الانتقال، سرعه الاداء، سرعه رد الفعل، كل دي حاجات عناصر بنختار عليها، مش ان انت جبت جول، مش ان انت واقف جنب الجول كل الكوره بتجي لك شوطه تجيبها جول. دي شكوى طبعا جماعيه، انا ابني جاب جول ما اتاخدش ليه؟ ممكن يكون جاب جول بتوفيق لكن ما فيهوش المواصفات. مفيش المواصفات طبعا، مفيش الموهبه، يعني مثلا شاطر في سن الجزمه مثلا المفروض تتفكر ببطن الرجل، فهو الوالد او الوالده شايفاه انه جاب جول، فده بالنسبه له لازم نختاره.
لا القصه مش كده خالص. انا ممكن اختار ولد واقف في مكانه مظبوط وتحركاته واعيه ولمس الكره قليل جدا، فيقول لك ده اتاخد بالواسطه. لا ما اتاخدش بالواسطه، هو اتاخد بفكره، اتاخد بموهبته، اتاخد بالتالنت اللي عنده. فالمعايير مختلفه جدا بالنسبه للمدرب، تختلف اختلاف كل وجزء بالنسبه لولي الامر. طيب النهارده كان في الغربيه في اختبارات، طمنا الاول على سير الاختبارات في الغربيه كان عامل ازاي، وقول لي كده الايجابي بتاع ان احنا نروح المحافظات ونختار منها المواهب غير اللي جولنا القاهره يعني، او غير الناس اللي اختبرت في القاهره. انت عارف الامور صعبه جدا بالنسبه للمعيشه يعني، ما في ناس ما بتقدرش تيجي القاهره طبعا، ظروف اقتصاديه والحاجات دي مأثره على الشغل اكيد طبعا. فقصه ان انت تروح لولد بيته دي حاجه كويسه جدا بيعملها النادي الاهلي من زمان، واحنا مكملين في نفس الخط. ليه؟ لان في لعيبه ما تقدرش تجي لك بتبقى في البيت، وفي لعيبه كمان ما بتجيلكش، ما عندهاش ثقه ان النادي الاهلي ياخدها. معقول انا هلعب في النادي الاهلي؟ انا بقول لهم من خلالك يا عبد الرحمن، ثق في ربنا، ثم في مجهودك وموهبتك، وثق في العدل المطلق بامر الله في النادي الاهلي، اختيارات النادي الاهلي، ان انت ممكن تبقى لعيب في النادي الاهلي. ما تقلقش وما تخافش، احنا الشعار بتاع الاختبارات بتاعنا من زمان من ساعه ما جيت انا قلت العدل اساس الملك، ان هيبقى في عدل في كل الاختيارات. لان احنا بنروح البلد يا عبد الرحمن ما نعرفش حد فيها طبعا، ولو انت رايح كمان فيها. الجو حر وبتروح من 7 الصبح يعني، بتحركوا مننا من بعد الفجر تقريبا، فاكيد مش رايح عشان ما تاخدش لعيبه مميزه يعني. يعني احنا من الساعه 5 احنا في الشارع، ايه سكه السفر؟ وبعد كده بنرسل الملعب، بعد كده بنعمل الاختبارات للاولاد. فمش معقول انت مش رايح عشان ما تبصش على حد، والا كنت عملتها في القاهره وخلاص كله يجي لك. فده الفرق بين انت تعمل في القاهره وان انت تروح للولد لغايه بيته. انا بس من خلالك يا عبد الرحمن عايز الناس تثق في انها تبقى موجوده في النادي الاهلي. مش عايزك تقلق وتخاف. معقوله في لعيب يبقى موهوب يقول لك معقوله هياخدوني؟ انا مش رايح. انا بقول لك تعالى وما تخافش. تعالى وانت في ايد امينه ان شاء الله. دي رساله مهمه جدا يا كابتن بدر طبعا. طبعا تعالى وما تقلقش. وتعالى هنشوفك مره واثنين وثلاثه. انا في لعيب بيجي يقول لي انا ولي امر ما حدش شاف ابني، بنزله الملعب ثاني وببص عليه مره واثنين وثلاثه. لغايه ما هو اقتنع اصلا ان هو مثلا لا لازم يشتغل ولازم يزود نفسه. بعد كده اما يخش الاختبار انا داخل احارب، لازم ابقى في قمه استعدادي. انا داخل اختبر لازم اذاكر قبل ما اروح. دي رسالة مهمة جدا من كابتن بدر رجب اللي هو أكبر سمعة في مصر في اكتشاف المواهب، اللي هو 90% من لعيبة الدوري المصري على أندية طالعين. فأظن الكلام اللي قاله كابتن بدر رجب دلوقتي لما يقول لك اطمن وتعالى الاختبارات وهتتشاف كويس، دي حاجة ما فيهاش نقاش يعني. يبقى هتروح الأهلي وأنت مطمن، وولي الأمر يبقى مطمن على ابنه وهو رايح الأهلي فعلا يعني. أكيد طيب. يا عبد الرحمن أكيد أكيد. أنت عارف يا عبد الرحمن إنك تكتشف موهبة دي بس طبعا دي دي, دي 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 صعبه جدا 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 يعني. هي الخبرات العلميه مش قد كده قويه جدا في الانتقاء بالنسبه للمعايير والخصائص بتاع الطفل الصغير. مش صعب جدا، لازم تبقى عندك خبرات كبيره جدا، عندك تحس الولد ده ممكن يجي منه، لو اتدرب ممكن يوصل للحته الفلانيه، ممكن يوصل لمنتخب مصر، ممكن يحترف بره. يعني لو انت كنت فاكر على انت موجود كنا بنقول مثلا فلان ده ممكن يلعب في اوروبا. فاكر يا كابتن؟ فاكر. وكان دايما احسن لاعب في الدوره بيبقى من النادي الاهلي. انا فاكر التفاصيل دي، كان النمسا وكان هولندا. والكلام ده موجود، انا مش عايز الناس تقلق يا عبد الرحمن وما تخافوش، تعالوا وان شاء الله. هم في احنا الاعداد الحمد لله مهوله بالنسبه للاختبارات، لكن انا بناشد الناس اللي خايفه تيجي او ما عندهاش ثقه انها تتاخد. صدقني احنا بنعمل ضمانة كويس قوي، بنعامل ربنا سبحانه وتعالى في اختياراتنا، وفي نفس الوقت احنا بشر، خد بالك ممكن نخطا، ممكن نغلط، ممكن نصيب، ممكن لعيب يفلت مننا، ده طبيعي جدا خد بالك. لكن ابنك مش مقصود ان هو مثلا او في تعمد او تعاند وانا ما اتاخدش. واضحه يا كابتن طبعا، واضحه والرساله وصلت جدا. والحقيقه انا بشكرك جدا يا كابتن بدر رجب على الامور اللي وضحتها وعلى سعه صدرك معانا والتوضيحات المهمه جدا اللي طمنت الناس دي وشجعت الناس انها تروح تختبر وتطمن ان الموضوع فير جدا يعني، لان احنا لسه رايحين السويس ورايحين اسكندريه. تشجيع من خبير في اكتشاف المواهب في مصر
كابتن بدر رجب، بشكرك طبعا، مشكورك طبعا يا كابتن بدر على تواجدك معانا طبعا يا كابتن. يمكن للي الناس ما تعرفوش وده معروف لاغلب الناس، يعني نجوم احترفت زي تريزيجيه مثلا ونجوم في النادي الاهلي دلوقتي زي كهربا مثلا وجيل الناشئين في التسعينات كله، مشروع كورفر، كان كل الكلام ده كان مع كابتن بدر رجب. والتفاصيل الصغيره دي اللي الناس ما تعرفهاش، 80% من لعيبه الدوري دلوقتي من اكتشافات بدر رجب، سواء اللي في الاهلي او اللي بره الاهلي، منتخب مصر فيه من اكتشافات كابتن بدر رجب. فبالتالي نقطه مهمه جدا ان الناس تبقى واثقه ان لا في واسطه والموضوع شفاف جدا. وعلى فكره على مدار سنين النادي الاهلي الفرز اللي بيحصل ده هو السبب في ان بيطلع، حتى لو ما طلعش الفريق الاول بيطلع للانديه الثانيه، 90% من الانديه الثانيه متغذيه من قطاع ناشئين النادي الاهلي. لسه في السويس يوم 9، اسكندريه يوم 12، الاهلي جاي لك لحد عندك، روح وانت مطمن. ده رسالتي لكل اللعيبه اللي حلمها انها تلعب في النادي الاهلي وان هي تبقى لعيبه كوره في النادي الاهلي، وان ده شيء منطقي ووارد، وانت لا انت هتستحق ان انت تجي لك الفرصه. امسك بقى في الفرصه دي واعمل اللي عليك كله. كابتن بدر رجب قاصد كلامه 100%، ممكن واحد يبقى تحركاته هي الحاجات اللي ناقصاه هيكملها له قطاع الناشئين، ممكن واحد يبقى عنده هيئه جسمانيه مدافع او ليه استخدام في الملعب، كابتن بدر بيشوف الحاجات دي كويس قوي 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 يعني. طيب تعالوا بقى نروح نشوف مستر مارسيل كولر اللي قال كلام مهم جدا في حوار في جريده بنك السويسريه. الراجل كان في جريدة بنك السويسرية وكان بيقول إن جمهور النادي الأهلي هو الأفضل على الإطلاق. يعني قال مقارنة الأجواء في مصر بأي شيء في أوروبا غير ممكنة بسبب حماس جماهير النادي الأهلي. وقال مارسيل كولر إن أجواء الفوز بدوري أبطال أفريقيا لا يمكن مقارنتها بأي شيء في أوروبا، المصريين متحمسين للغاية. واحتفلنا بالفوز بدوري أبطال أفريقيا حتى الرابعة فجراً، وفي اليوم التالي أخبرني أحدهم أن علينا الفوز بالدوري المصري. وكشف كولر الضغط النفسي هائل هنا، علينا الآن اللعب كل 3 أيام مباراة، لأن في موسم كان صعب جدا للغاية. حتى الآن لعبنا خارج أرضنا في دوري أبطال أفريقيا في ماتشات في الكونغو وفي غانا وفي تنزانيا، وتوجد اختلافات في درجة الحرارة وفي الرطوبة. جماهير الأهلي لا تريد معرفة هذه الأمور إذا لم نفز. يعني هو بيتكلم على تفصيل، قالك بيقولك لو ما كسبتش ما تدينيش مباريات، يعني ده مبرر او ده معنى اللي بيقوله كابتن او مستر مارسيل كولر. اما عن رضا الجماهير فالوضع واضح، اذا نجحت كل شيء على ما يرام، اذا خسرت تتغير الرياح، يكاد يكون من المستحيل ارضاء المشجعين. الكلام اللي قاله مستر مارسيل كولر ربما ما تعرفهاش قوي الاوروبا، يعني اوروبا عندهم ثقافه الفوز والهزيمه عادي، انما الوضع في النادي الاهلي مفيش الموضوع ده، انت يا تكسب يا تكسب. ده الوضع ده في النادي الاهلي، هو الراجل متفاجئ بده، لكن الكوره مكسب وخساره طبعا، واوروبا كده. ولما تكون خسران في الظروف الطبيعيه مفيش اي مشكله، وتشوف اخطائك وتصلحها وتكسب والكلام ده. لكن جمهور النادي الاهلي هو خلص ال 12 قال لك الدوري فين، احنا ما لازم ناخد الدوري. هو ده السر في شخصيه البطل في النادي الاهلي، ان انت خلاص خدت البطوله فكرت في اللي بعدها ومطالب باللي بعدها، مش تحصيل حاصل، لا، مش ان الاهلي خلاص خد دوري ابطال افريقيا فخلاص بقى، يعني احنا كده متاهلين لدوري ابطال افريقيا ومتاهلين لكاس العالم 25 وفي انتر كونتيننت خلاص الموضوع، لا ما انتهاش، ده انت مطالب بكل البطولات اللي جايه عادي. وهي دي اللي دايما اي مدرب مش متعود على ده بيجي يتفاجئ بيها. يمكن مستر مارسيل كولر تاقلم بسرعه وكان مردوده هايل وبطولتين افريقيا ورا بعض وكل حاجه، لكن هو بره بيحكي عن ان هم بيتكلموا في شيء في اوروبا بالنسبه لهم ده مستحيل يعني. لكن قدر اللي اشتغل في الاهلي ان هو دايما مطالب بالمركز الاول في كل البطولات اللي هيخشها. والنتيجه ان هو جايب 8 بطولات في 201 ماتش. 101 ماتش اسف، ف 8 بطولات في 101 ماتش ده مش شيء سهل، وبالنسبه له هو بالنسبه لتاريخه ولكاريره ده شيء اعجازي يعني. تعالوا بقى نسيب فرقه الكوره ونروح للالعاب الاخرى اللي برضو احنا لسه في احتفالات فيها. على مدار الاسبوع ده هنجمع لكم بقى كل اللي حصل في النادي الاهلي على مدار الاسبوع. كان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيحتفي وبيحتفل بكل الفرق الرياضيه تقريبا، اهو معانا اهو على الشاشه. الاسبوع الحالي تم تكريم وحرص كابتن محمود الخطيب على التواجد في اغلب التكريمات دي. الفريق الاول مثلا لكره اليد اهو زي ما حضراتكم شايفين، بالجهاز الفني، بالجهاز الاداري، بالجهاز الطبي.
اتكرم تقديرا لما حققوا من نجاحات خلال الموسم اللي فات بعد الفوز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري وكاس السوبر المصري وكاس السوبر الافريقي والتتويج بالدوري والتاهل الى كاس العالم للانديه سوبر جلوب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين خلصنا احتفالات فريق كره اليد رجال، رحنا لكره اليد سيدات، تكريم لاعبات الفريق الاول لكره الطايره سيدات كمان وجهازهم الفني وكره اليد سيدات وكره السله وكل تقريبا الفرق اتكرمت. الجهاز الفني كمان والاداري والطبي اتكرم لما حققه الفريق الاول خلال الموسم المنقضي والفوز ببطوله الدوري والسوبر المصري وكاس مصر. كمان حرص على الاجتماع بلاعبات الفريق الاول لكره السله سيدات والجهاز الفني والاداري والطبي لتكريم الفريق بعد حصولهم خلال الموسم اللي فات على بطوله منطقه القاهره وكاس السوبر المصري وكاس مصر وبطوله دوري السوبر، خدوا كل البطولات اللي شاركوا فيها ودرع العام الدرع العام لبطوله السله، يعني طبعا خدوا كل البطولات والدرع العام ده اللي هو بيتاخد كل البطولات. وكمان حرص مجلس اداره النادي الاهلي على تكريم الفريق الاول لكره اليد سيدات زي ما حضراتكم شايفين معانا بعد نجاحهم اللي حققوه خلال الموسم الماضي والفوز ببطوله الدوري والكاس وبرونزيه بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. دايما كابتن محمود الخطيب لما بيتكلم مع الفرقه الرياضيه بيكون كلامه نابع من تقاليد النادي الاهلي ان المسؤوليه كبيره جدا، لما بتحقق بطولات فانت مطالب تحافظ عليها وتجيب بطولات اكتر، وان شاء الله الموسم اللي جاي يكون حافل بالبطولات زي الموسم ده. انا عايز اشكر كمان كابتن خالد العاضي اللي الحقيقه عامل انجاز كبير جدا في العاب الصالات عموما والالعاب الفرديه والجماعيه في النادي الاهلي عموما. الراجل الحقيقه عامل انجاز كبير قوي، مفيش فرقه ما حققتش بطولات كتير بصراحه، يعني سواء في الالعاب الجماعيه وحتى كمان في الالعاب الفرديه. الموضوع ان الناس دي اشتغلت بجد ووقفت على كل نقاط القوه والضعف في الفرق الرياضيه كلها عشان تطلع باحسن نتيجه السنه دي. يعني زي ما احنا شايفين كده فريق اليد سيدات اهو الناس كلها اشتغلت على ان هي تاخد كل البطولات اللي دخلتها. حتى برونزيه كاس الكؤوس دي مش بطوله سهله بالمناسبه، يعني احنا الفرق دي تقريبا فرقه اليد سيدات ومنتخب اليد سيدات ما كانش ليه وجود افريقي في الفتره اللي فاتت، ولكن النادي الاهلي اللي رجع ده. النادي الاهلي للسنه الثانيه على التوالي بيشارك في البطوله دي وبيحصل على برونزيه، وده مش شيء سهل بالمناسبه يعني بالنسبه لسيدات اليد. فكل البطولات اللي خدها النادي الاهلي دي وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده نابع ونتاج شغل. الناس دي اشتغلت بجد. النشاط الرياضي في النادي الاهلي كان ليه دور كبير جدا، اختيار المدربين، وجود مدربين اجانب كتير الفتره دي، ده لان انت عايز تحافظ ان انت تبقى رقم واحد في كل البطولات اللي بتخشها في كل الالعاب. وده شخصيه واسلوب النادي الاهلي في الاداره. انا ممكن يحصل لي دروب في فتره من الفترات، لكن ارجع اكل اللي قدامي كله، زي ما حصل فرقه الفولي مثلا رجال خسروا موسم، رجعوا السنه دي كل البطولات اللي دخلوها خدوها. الاسلوب اللي هو انا ببقى عايز اخد اكتر حاجه ممكنه وكل البطولات اللي هشارك فيها عشان اصالح الناس، مش عشان انا ابقى خدت كل البطولات، لا ده هو حاسس بالموسم اللي فات ويحافظ على ده بقى. دي شخصيه البطل، دي اسلوب النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي اللي مش هتتغير ابدا يعني. تعالوا نروح كمان لاحتفال تاني، كرة الماء في النادي الأهلي بتتوج ببطولة كأس مصر الأسبوع ده. كمان فريق كرة رجال كرة الماء توج ببطولة كأس مصر الموسم 2023-2024 عقب الفوز على نادي هليوبلس في المباراة اللي انتهت 10-7، ونجح الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم ببطولة الدوري والكأس وكرة الماء الشاطئية كمان. ويضم الجهاز الإداري لفريق كرة الماء كل من كابتن وائل عزت رئيس الجهاز العاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز محمد فاضل، ومحمود حسن مدير الجهاز. طبعا نفس الكلام، كل الالعاب هدفها واحد، كل الالعاب الثلاثيه دي كلمه مكرره جدا في النادي الاهلي الموسم ده تحديدا، يعني رغم ان ده العادي بس الموسم ده تحديدا ده لسه كمان فاضل لك كره السله، عندهم 5 ماتشات مع الاتحاد اللي هو البيست اوف 5، عندك كمان دوري السوبر ممكن تاخده في كره السله. يعني احنا دايما هدفنا رقم واحد في كل الالعاب، وبالتالي ده الشيء اللي بيحافظ عليه النادي الاهلي بالمجهود اللي بتعمله الاداره من توفير كل الحاجات اللي تساعد على مناخ النجاح داخل النادي الاهلي، سواء بقى استقطاب مدربين على اعلى مستوى، استقطاب اللعيبه الافضل اللي تساعد في ده، التجديد للعيبه اللي موجوده، الحفاظ على كباتن الفرق، ده شيء مهم جدا. تعالوا بقى نروح لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني منتخب مصر بيواصل مشواره لتصفيات كاس العالم بمواجهه بوركينا فاسو اليوم. منتخب مصر النهارده مباراته الرسميه الاولى تحت قياده كابتن حسام حسن النهارده
كمان شويه يعني الماتش الساعه 10 بعد الهوا عندنا على طول. ولما نواجه بوركينا فاسو على ارض ملعب استاد القاهره ده شيء انت المفروض تبقى يعني سابق خطوتين ثلاثه قدام، والماتش ده يضمن لك بنسبه 90% او 80%، مش بلاش اقول 90 80% ان انت خلاص في كاس العالم. لكن انت قدامك الماتشين دول تتصدر مجموعتك وتبقى بنسبه اكتر من 80% تاهلت. المجموعه الاولى في تصفيات كاس العالم 2026 انت متصدرها برصيد 6 نقط ولاعب منتخب مصر مبارتين، ده طبعا تحت قياده الكابتن حسام حسن في البطوله الوديه بطوله كاس عاصمه مصر الدوليه، فاز قدام نيوزيلندا 1-0 وخسر بنتيجه 4 أهداف لهدفين قدام فريق كبير جدا، كرواتيا دي فرقه من احسن فرق العالم يعني. وخاض منتخب مصر 7 مباريات ضد بوركينا فاسو بالمناسبه، 3 منهم وديه و3 في كاس امم افريقيا، وما سبقلناش ان احنا لعبناهم في تصفيات كاس عالم قبل كده. اذا الفرص اكتر لمنتخب مصر، لكن الماتش محتاج تركيز جدا، وانت محتاج تثبت ان انت الهدف بتاعك مش كاس العالم، لا انت معاك 6 نقط وانت هتكسب الماتشين دول تبقى شبه اتاهلت يعني، لكن انت الهدف بتاعك ان انت بتبني جيل وبتبني منتخب ينافس كاس العالم، وبتفكر على بطوله امم افريقيا، عينك على بطوله امم افريقيا كمان. كابتن حسام حسن كل التوفيق ليه النهارده، احنا عندنا 6 نقط ومحتاجين نكمل ان احنا نفوز النهارده باذن الله، ده يديك يعني شبه صعود، شبه صعود مبكر يعني. كلنا ثقه في لعبتنا لعبة منتخب مصر، واتمنى ان حضور الجماهيري يكون كبير والجمهور يشجع منتخب مصر بكل قوه. تعالوا بس يعني انا عايز اتكلم كلمه صغيره جدا في حق منتخب مصر. احنا الفتره اللي فاتت كنا مقصرين مع المدرب المصري في حته منتخب مصر دي، اكتر من مدرب ما خدش الدعم الكامل سواء من اتحاد الكوره او من الاعلام او من اي حد، وده ظلم للمدرب المصري للامانه يعني. مدربين اجانب كتير نجحوا مع منتخب مصر، حتى كارلوس كروش بالمناسبه هو موصلك لنهائي افريقيا وموصلك لاخر ماتش في تصفيات كاس عالم وانت خارج ضربات جزاء هنا وهنا يعني. لكن احنا قدام مرحله صعبه محتاجه دعم للمدرب المصري، اللي هو اكتر نجاحات منتخب مصر مع المدرب المصري بالمناسبه. احنا دايما شخصيه المدرب المصري ليها الافضليه من وجهه نظر الشخصيه يعني، المدرب المصري ليه الافضليه بدليل كابتن محمود الجوهري كابتن حسن شحاته، المدربين اللي عملوا اسم كبير. في مدربين استثنائيين يعني هيكتور كوبر راح كاس عالم وده مدرب استثنائي، كارلوس كروش نفس الكلام عمل جيل جديد، انما انا وجهه نظري اللاعب المصري تاقلمه اسرع وافضل مع المدرب المصري. ويمكن كابتن حسن شحاته حط لنا طريقه النو هاو مع الجيل اللي هو الاجيال الجديده من منتخب مصر. انت كابتن حسن شحاته بنجوميته دي كلها، لكن كان في نجوم في منتخب مصر، كان في ناس كباتن منتخب مصر، كان في ناس هي اللي بتاخد وضعها داخل منتخب مصر، وده شيء منطقي. تعالوا بقى نروح بقى لواحد من اصحاب الانجازات مع منتخب مصر، واحد مدير فني سابق لمنتخب مصر، مدير فني سابق مع المنتخب الاولمبي، محقق نجاحات مع المنتخب الاولمبي ومع منتخب الشباب، واحد من ضمن الناس اللي كان بيعتمد عليهم كابتن حسن شحاته جدا، برونزيه كاس عالم مع منتخب اولمبي، ولما اشتغل لوحده جاب انجاز عالمي لمصر وجاب اول بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه اللي تاهلنا للاولمبياد. كابتن شوقي غريب اهلا بيك في 7 دي سبورت يا كابتن. اهلا بيك يا عبد الرحمن يعني، وسعيد بوجودك وسعيد كده يعني انك تكون في مكان كبير وفي قلعه كبيره وفي قناه كبيره ومع طبعا وربنا يكرمك كده فيها باذن الله حبيبي. انا طبعا سعيد بوجود حضرتك معايا، لكن انا هخش في الموضوع على طول. بخبره حضرتك الكبيره مع منتخبات مصر، عايز اعرف رأيك في مواجهة بوركينا فاسو النهارده وتصفيات كأس العالم. أنا شايفها 9 فرق هتتأهل من أفريقيا دي، ما ينفعش مصر ما تكونش فيهم يا كابتن. هو بص، هو كرة القدم بيبقى فيها كل شيء، لكن طبعًا. أنت احنا لما بنيجي نتكلم زي ما أنت قلت 9 فرق ونص كمان إن يبقوا هم المؤهلين أو المرشحين إنه يخشوا للبطولة. احنا كنا ساعات لما كنا بنخرج زمان أو خرجنا من البطولات كنا بنتكلم في فرقتين او فرقه او ثلاثه من افريقيا كلها. النهارده بعد ما العدد زاد بالارقام دي اصبحت النهارده المجموعات حتى ما بتحسش ان المجموعات زي زمان يعني. كنت بتحس مثلا انك يعني انا لما كنت مسكت المنتخب الاول انا لعبت بطوله افريقيا كانت مجموعه مصر في تصفيات افريقيا كنا احنا وتونس والسنغال ومعانا فرقه كمان يعني بتسوانا يعني. لما تيجي تفكر
تونس والسنغال كانوا واصلين كاس العالم ساعتها، واحنا وبيختاروا فرقه ولا فرقتين. يعني اللي اقصدهم ان فعلا دلوقتي زي ما انت بتقول، بس هي الكوره برضو اتطورت في افريقيا. يعني انت الكوره اتطورت كتير في افريقيا، وبقيت بتشوف حتى في البطولات الافريقيه والحاجات والمناسبات الافريقيه كلها فرق كتير ما بتبقاش محطوطه على التراك بتاع الرينكين بتاع الوصول لحاجه، بتوصل لادوار نهائيه، بتوصل لادوار الثمانيه، بتوصل لبطولات. فده اللي بيبقى قلق الناس شويه من انك تلعب، وخاصه ان احنا عندنا يعني في مجموعتنا احنا في فرقتين اللي بيعتبروا يعني بيأدوا اداء طيب في القاره الافريقيه، اللي هي فريق بوركينا فاسو وفريق غينيا. يعني بقى نتمنى باذن الله ماتش النهارده نوصل للبونت التسعه، وده طبعا هيبقى شيء طيب باذن الله. طيب كابتن، حضرتك من الناس المميزه جدا في التعامل مع اللاعب المصري، ويمكن في جيل كده، جيل كابتن حسام غالي وكابتن وائل رياض واليماني، جيل 2001 بتاع برونزيه كاس العالم، كلهم شخصيات قويه جدا. ثم جيل 2006 اللي انت اتعاملت معاه، اللي صعدت منهم جزء كبير مع حضرتك في المنتخب ده، والكابتن حسن شحاته كمان صعد جزء من منتخب احمد فتحي وشريف اكرامي، المنتخب برضو اللي كان مليان ده يعني عمرو زكي والناس دي كلها. انتوا كنتوا تجيدوا التعامل مع اللاعب المصري بشكل مختلف، وتهيئته خصوصا ان انتوا كان معاكم كم نجوم كبير جدا، منتخب كان كله نجوم، يعني معاكم محمد زيدان محترف من بره، معاك ابو تريكه، معاك بركات، معاك احمد حسن، وكمان انت ضربت صلاح يا كابتن انا فاكر في منتخب برضو. التعامل مع اللاعب المصري النو هاو بتاعه ازاي يا كابتن؟ ادينا النو هاو كده في التعامل مع اللاعب المصري في المنتخبات. بص يعني خلينا نقول حاجه، اللاعب المصري او البطولات المصريه كلها نسبة تتعدى 90% بتبقى تحت ايد مدربين مصريين. قلت كده قبل ما حضرتك تخش الله. انا في كل البطولات سواء على مستوى الفريق الاول او الاولمبي او الشباب او الناشئين. لما تيجي تحسب البطولات دي كلها الحمد لله، يعني يمكن انا واحد من الناس مثلا اشتغلت مع الدكتور محمد علي مساعد وخدنا بطولة افريقيا للناشئين، ودي كانت سابقة في سنة 97، سابقة في اول حاجة. ثم برونزيه العالم، لما تيجي تشوف بعد كده في الاولمبي خدنا تحت 23، لما تيجي البطوله في الاول ثلاث بطولات متتاليين الكابتن حسن، وكنا كجهاز كله مصري، يعني كل البطولات بترجع للمدربين المصريين. هو بيبقى في كيمياء موجوده وتعامل بين المدربين المصريين واللعيبه المصريين. بس مش معنى كده ان احنا بنقول ان الخبرات، لما تيجي خبرات كبيره وخبرات مدربين اجانب بيبقى شيء مهم. ما احنا برضه لما نيجي ناخد لعيبه للمنتخبات بنعتمد على الانديه المصريه. لما تيجي تشوف الانديه المصريه تلاقي النادي الاهلي في اوقات، يعني في الفتره اللي احنا خدنا فيها الثلاث بطولات كان مستر جوزيه كان هو اللي ماسك النادي الاهلي. لما تيجي تشوف دلوقتي قوام المنتخب في الوقت الحالي هتلاقي كولر، وهتلاقي يعني حتى لو شفت النهارده يعني والتشكيل ممكن يلعب والكلام ده، هتلاقي النسبه الممثله في النادي الاهلي تتعدى 70% من تشكيل المنتخب او 60% من تشكيل المنتخب. يعني اللي انا عايز اقول ان الخبرات دي لما تيجي بتثقل اللعيبه احنا بنستفاد. ما بقولش ان ما فيهاش فايده، لا، بيبقى فيها فوايد لما بيبقى في خبرات اجنبيه موجوده. لكن ما تقدرش نتيجة على المدرب المصري، لأن كل إنجازات الكرة المصرية كانت في المدرب المصري. يعني أنا مثلا مسكت فريق اللي هو تحت 23 سنة اللي هو لعب، خدنا بطولة أفريقيا ولعبنا في الأولمبياد، كان فيهم مصطفى محمد ورمضان صبحي يا كابتن، والناس كلها لعبت منتخب أول بعد كده. يعني أنت في الوقت الحالي، في الوقت الحالي مع الكابتن حسام في حوالي 9 لعيبة، يعني 9 لعيبة من اللي كانوا موجودين دلوقتي مع الكابتن حسام. وفي مجموعة تانية كانت لسه ما انضمتش، مرشحه انها تيجي وتنضم وتبقى موجوده وكده. زيدان لما انت اتكلمت، انا سمعت حضرتك بتتكلم على زيدان مع في جيل برضه بتاع 2006 و8 و10. زيدان لما كان معانا في المنتخب كان جاي من بورفؤاد، ما كانش لسه راح حتى بره ولا كان سافر. يعني اللي انا اقصده ان المدربين المصريين بتخلق كوادر وبتخلق لعيبه، وبيبقى في سهوله في التعامل وسهوله في كل حاجه، بالرغم ان في بعض الاوقات ما بتحققلكش كل حاجه انت عايزها. لكن المدربين الاجانب، هنقول على مستوى المدربين في الفتره الاخيره الكتيره اللي احنا بدانا بيها سنين طويله، هنقول النجاح كان مع كوبر في وقت من الاوقات، وصلنا لكاس العالم
بالجهاز اللي كان موجود معاه، وجهاز معظم برضه كان فيه مصريين فيهم الكابتن احمد شخصيا كان موجود. يعني خليني اقول ايه، اقول ان ده واحد من الناس. في برضه جيل في كروش لما جه كان عنده قدر يوصل لنهائي كاس العالم ويلعب مع السنغال ضربات جزاء، والسنغال فرقه قويه جدا جدا، ويقدر يوصل نهائي افريقيا ويلعب برضه ويطلع بضربات الجزاء ويخلق برضه جيل صغير. يعني اصل عمليه الضخ باللعيبه دي بتبقى فيها شيء صعبه شويه. يمكن برضه كان في اجيري لما جه كان السياسه بتاعته ماشيه انه يعمل نفس العمل اللي كان معاه الكابتن هاني رمزي. يمكن انا قعدت معاه كنت ماسك ساعتها المنتخب الاولمبي، وقعدنا وخد عناصر، ولو تفتكر ماتش مصر وتونس اللي كان في استاد برج العرب اللي احنا كسبنا فيه، هتلاقي الجون الثالث كان مشاركه من محمد محمود وطاهر وصلاح محسن. يعني لعيبه كان ساعتها في المنتخب الاولمبي كان بدا يدفع بيهم، ولما البطوله اتنقلت وجت مصر تغيرت الفكر والتكتيك بتاعه ان نرجع لعناصر ثانيه خالص اللي تقدر عندها الخبرات وعندها الحاجات. وده كان حصلت لنا مشكله فين؟ في بطوله افريقيا برضه بين حالي بنا. اللي عايز اقوله ان الكيمياء بتبقى واضحه مع المدربين المصريين بكتير جدا 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 انها تبقى موجوده وتقدر تدي فيها كل حاجه. والمدربين الاجانب بيبقى فائدتهم انه بيقدر يدي لك العنصر الصغير في السن. يعني انت لما تيجي مثلا تخش على النادي الاهلي تلاقي ايه؟ لعيبه بدات تلعب يعني كده، يمكن الواحد اتعلم كتير من دراساته وحاجته والكلام ده وكده. يمكن المنتخب الاول دلوقتي فيه ابراهيم عادل، لما تشوف ابراهيم عادل ده لعب معانا الاولمبياد اللي فاتت، فدي برده شيء طيب. النهارده هتلاقي عناصر كتيره مع المنتخب. المنتخب الحمد لله في حاله ان احنا داخلين وعندنا 6 نقط في مباراتين، انا بعتبر ده شيء جيد جدا وشيء ممتاز. إن الحصول على ال3 نقط النهارده دول ممكن يدونا افضليه، نبقى عندنا 9 نقط، تبقى الامور بدات اكثر، خاصه ان احنا عندنا في المجموعه فرق الحصول على النقط منها بيبقى سهل. سيراليون امبارح مثلا كان عندها نقطه، كسبت الماتش بقت عندها 4 نقط، بقت الفرق مش كتير. نفس القصص هتلاقيها موجوده. طيب كابتن، ما ينفعش تبقى معايا، احنا خلاص خدنا كفايتنا من المنتخب الاول وما نتكلمش عن المنتخب الاولمبي اللي انت اخر حد رايح اولمبياد كنت حضرتك، واستعديت بماتشات كبيره زي البرازيل وماتشات كبيره قوي. يعني احنا كنا بنتكلم الحلقتين اللي فاتوا، روجيه ميكالي المجموعه اللي معاك مميزه جدا، وفيها منتخب المجموعه اللي انت رايح تلعبها بقى، رايح تلعب اسبانيا من اوروبا واوزبكستان من اسيا والدومينيكان من امريكا، ورايحين نعمل ماتش مع كوت ديفوار. طب الاستعداد الامثل لمنتخب اولمبي رايح يلاعب 3 مدارس مختلفه، وفي نفس الوقت محتاج تجهيز ماتشات كبيره، ماتشات مع المدارس اللي احنا رايحين نلعبها، هل لو حضرتك متواجد في منتخب الاولمبي وانت حضرتك كنت متواجد وخدت البطوله الافريقيه وتاهلت للاولمبيات وجهزت بماتشات كبيره جدا، التجهيزات بمنتخب افريقيا دي تناسب الموقف الحالي للاولمبيات؟ بص والله يا عبد الرحمن، انا عايز اتكلم. احنا وصلنا دلوقتي بصوره طبيعيه، ان انت عندك الاجنده بتاعت شهر 6 تمام، والاجنده بتاعت شهر 6 مش هيبقى فيها الا بعد شهر 7 هتبقى في ماتشات قبل البطوله، تقدر تلعب ماتشات في انك تعمل معسكر في فرنسا، لان انا برضو في نفس التوقيت كان اتعرض علينا قبل كده ان احنا نعمل معسكر في اليابان ونلعب ماتشات. بس احنا كنا لعبنا ماتشات، يعني زي ما لعبت مثلا مع امريكا، ولعبت مع البرازيل، ولعبت مع كوريا، ولعبت مع هولندا. كنت كسبت البرازيل كمان يا كابتن، احنا فاكرين وكسبنا البرازيل. ولو تفتكر الماتش ده كريم فؤاد كان بيلعب باك ليفت طبعا، يعني في الماتش ده كان كريم فؤاد هو اللي بيلعب باك ليفت الماتش، هو اللي عامل الجون الاولاني وشارك في الجون الثاني، يعني كان بيلعب باك ليفت في الوقت ده. يعني كان اول مره الناس يشوفوا يعني انه في المنتخب بيلعب في المركز ده. وكان بقى قبل كده كان في انبي كان بيلعب برضه في المركز، يعني مش جديد عليه المركز اللي هو لعبه مع النادي الاهلي في النهائي، هو برضه متدرب ولعيب كويس والكلام ده وكده. اللي عايز اقوله ان انت خلاص زي ما انت قلت احنا وصلنا خلاص لاخر نهائي. كان في كلام انا كنت بسمع زي حضرتك كده وزي كل الناس اللي موجودين، كان في عرض البرازيل تلعب مع الارجنتين، كان في عرض تلعب مع فرقه ثانيه. لكن خليني اقول على حاجه، خليني اقول ايه، ان احنا كان عندنا حاجه مشكله اللي هي موجوده ايه، ان احنا عندنا مشكله اللي هي ان انت دلوقتي بقت قدام الامر الواقع، هتلاعب كنت فار فرقه كويسه، يمكن زي ما انت قلت مش بتناسب المدارس اللي احنا لعبها خالص، لكن هي فرقه كويسه وفرقه كبيره ولعبت ماتشات مع فرنسا
ماتشات ولعبت قبل كده ماتشات فيها في مع العراق تقريبا، برضه كان المفروض ان احنا قالوا ان هنلعب مع العراق وما حصلش، لكن المفروض ان احنا نلعب بعد القايمه النهائيه، والمباراتين دول المفروض ان هم يكونوا في فرنسا اتمنى من مجموعات ثانيه مشاركه، وخاصه هتبقى الفرق كلها موجوده فين في الوقت ده في باريس، يعني تقدر انك تقدر تلعب تعامل مباريات، وده شيء مهم، يعني شيء مهم ان احنا نستغل الفتره اللي بعد اعلان القايمه بما فيهم سواء اللعيبه اللي موجودين او هم يعني اللي انضموا او اللي كتبت رؤيه المدرب. طبعا صاحب القرار الاول والاخير يوسف مكيلو عنده فتره كويسه وواخد قبل كده ميداليا مع البرازيل في بطوله في اولمبياد 2016، فهو الراجل المدرب اسمه كويس واسمه كبير وحصل على مدينه ذهبيه، فاحناش برضه في المنتخب الاوروبي عندنا شخصيه تقدر تدير بشكل ايجابي. طيب والله كابتن يعني مداخلة دسمة جدا وكلام مهم جدا وكلام محترم قوي ومتزن جدا جدا. الأهم دلوقتي توقعات حضرتك بقى للنتيجة، نتيجة مباراة النهاردة هي صعبة طبعا، لكن ماتش بوركينا فاسو احنا خلاص الساعة 10 الماتش، وانا عارف انك ما بتحبش تتوقع نتائج، بس يعني حاول تدينا توقع كده ولو مبدئيا. لا بص يعني متوقع بنتيجة وجوان والكلام ده وكده، انت عارف انا بشتغل في داخل انت النتيجه بتقلب في ثانيه، يعني انت بيبقى بقى على الماتش دقيقه تلاقي الماتش اتغير، يعني بتاعت انت يعني نادي القرن او نادي الاهلي بحجمه كله ماتشات كتير بتخلص في الدقيقه بعد 90، يعني كلها ما تحسب، فعشان كده باذن الله هنكسب، يعني باذن الله هنكسب، عشان احنا الافضل، واحنا اللي عندنا الافضل، واحنا اللي عندنا نجوم افضل، فدي حاجه ايجابيه، بس اتمنى باذن الله ان ربنا يعني يوفقنا باذن الله نوصل النهارده لنقطه 9 ونبارك باذن الله للفريق ونبارك للكره المصريه. يعني بشكرك جدا يا كابتن شوقي، وما تحرمش من حضرتك، يعني مداخله كانت مهمه جدا، وجود حضرتك اضاف كتير لينا، وفي نفس الوقت يعني قلت لنا تفاصيل مهمه قوي عن سواء عن منتخب مصر الاول او عن المنتخب الاولمبي. شكرا لوجود كابتن شوقي غريب معانا، نجم منتخب مصر واحد المدربين العظام اللي مسكوا منتخبات كتير فعلا حققوا نتائج كويسه. هو انا يهمني نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه في الكلام عن المنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب راجل مسك المنتخب ده اكتر من مره، يعني احنا ما ينفعش ابدا يا جماعه تروح بدون تجارب. هو بيقول لك ده الامر الواقع وتحاول تستفاد من اكتر استفاده ممكنه والكلام ده كله، لكن ما ينفعش تبقى انت لاعب 20 ماتش افريقي وتروح تلعب اسبانيا، مدرسه اوروبيه، مدرسه مختلفه، نمط تاني خالص، وهتلعب بشكل مختلف قصادك طبعا. فيعني ده نقطه كانت مهمه جدا، نتمنى التوفيق للمنتخبات الوطنيه كلها. منتخبنا الاول النهارده وعنده فرصه كبيره جدا ان هو يكون ان شاء الله متاهل بنسبه كبيره جدا. تعالوا نروح نشوف تقرير عن مواجهة مصر وبوركينا فاسو ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وقارة إفريقيا صوب استاد الرعب، استاد القاهرة الدوري الذي سيحتضن مواجهة منتخبنا الوطني مع نظيره البوركيني ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن يعول على كتيبته المدججة بالنجوم أصحاب الخبرة والكفاءة، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لحسم المهمة وحصد نقاطها الثلاث لمواصلة تصدر المجموعة. الجهاز الفني شدد على لاعبيه خلال المعسكر التدريبي صب التركيز على مواجهة اليوم والتمتع بالروح القتالية والإحساس بالمسؤولية لتكون أسلحة تحقيق الانتصار، خاصة بوجود إصرار وعزيمة من جميع اللاعبين على تقديم مباراة تليق بسمعة مصر. تضمن تدريبات الفراعنة خلال معسكرهم التدريبي طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المباراة، وشرح بعض نقاط قوة وضعف المنافس، وبعض النصائح للاعبين وكيفية الوصول لمرمى المنافس وترجمة الفرص إلى أهداف، كما شهدت التدريبات جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم وتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا وعدم التفريط في أي نقطة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز صدارة الفراعنة لجدول ترتيب المجموعة، إذ يحتل منتخبنا الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط
بينما يأتي المنتخب البوركيني وغينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة في مباراة يعني أنا شايفها ممكن تأهلنا بنسبة 90% مش 80%. نتائج الفرق التانية خلتها كده، وفي نفس الوقت عندك أفضلية بتلعبها مباراة على أرضك، وفي نفس الوقت عندك لعبتك كاملة، عندك نجمك محمد صلاح، كل التفاصيل اللي أنت محتاجها عشان تكسب المباراة دي موجودة. عندك كمان الجمهور، دي نقطة مهمة جدا، جمهور مصر النهاردة اللي هيقف في ظهر منتخب مصر عشان دي ممكن تكون مباراة بنسبة كبيرة حسم التأهل. فنتمنى أن الأمور تبقى على ما يرام في المباراة بنسبة كبيرة. نتمنى كمان أن احنا نشوف مباراة فنيا كويسة المنتخب. ما دي أول مباراة رسمية للكابتن حسام حسن هيبان فيها إضافاته. عمل معسكر يعني مش قصير، معسكر كويس باللعيبة المحليين طبعا، حتى اللعيبة الدوليين معظمهم انضم بدري، حتى محمد صلاح جه بدري، جه يوم 1/6 يعني معانا بقاله 6 أيام، فبالتالي قدامنا فرصة كويسة. كل التوفيق لمباراتنا النهاردة مع بوركينا فاسو، نتمنى أن احنا إن شاء الله نكسب، وبنتمنى كمان التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي، هيلعب كوديفوار، نتمنى له التوفيق أيضا، وإن شاء الله في الأولمبياد يعمل نتائج كبيرة إن شاء الله. حلقتنا جريت بسرعة النهاردة، وكان معانا مداخلتين مهمين، كان في خبر كمان عايزين نقوله، البريمير ليج أندية إنجلترا في التصويت اللي كانوا عاملينه عشان إلغاء الفار رفضوه، اترفض النهاردة، عايزين الفار يكمل. فده كان خبر برضو مهم نقوله قبل ما نختم حلقتنا، لأن كان حصل جدل كبير. نختم حلقتنا بقى على خير في 7 دي سبورت، كنت سعيد بالتواجد معاكم النهاردة خلال حلقتنا، وإن شاء الله على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. في الختام خير سلام.